الفني لما اتفرج عليك يعني اعجب بيك جدا وقرر ان هو يضمك للفريق الاول، فاكر؟ كان المدرب تقريبا كابتن محمود صالح تقريبا، هو اللي قال لي انت هتروح مع هو تقريبا ومدير قطاع الناشئين، مش فاكر كان كابتن احمد ماهر. كان كابتن احمد ماهر تقريبا. كابتن احمد بس انا كنت موجود معاك الفتره دي، فانا عشان كده كنت صح. قريب. قال لي هتطلع مع الدرجه الاولى، ولما رحت هناك بقى ده كان عالم تاني. انا في الناشئين وكده، ان انت تطلع بقى تروح الجزيره الناحيه التانيه دي، ده موضوع تاني بقى وقصه تانيه. يعني شعورك ورد فعلك لما روحت البيت برضه، واكيد انت مش مصدق ماشي في الشارع وانت مروح كابتن حسام بتفكر انك بكره هتكون موجود مع النجوم اللي كنت بتتفرج عليها او بتتفرج عليها على طول، هل ده بالنسبه لك يعني كان حلم تاني وكان هدف كنت عايز توصل له؟ والحمد لله كان يعني كبدايه قدرت تحقق اللي انت عايز توصل له؟ طبعا انا في الاول يعني قدرت احقق ان انا اروح النادي الاهلي وابقى موجود ومستقر في النادي الاهلي. تاني حاجه، لا انا مش عايز افضل في الناشئين بس، انا عندي طموح عايز العب في الدرجه الاولى. فده اللي الحمد لله اللي انا سعيت ليه وركزت على اللي انا عايزه، والحمد لله زي ما قلت لك في الفتره بتاعت ال 20 سنه دي، كنت الفتره دي كنت مميز وكنت ماشي بشكل كويس قوي. فلما طلعت الدرجه الاولى بقى، يعني اول ما قابلني مستر مانويل فراح ده اول يوم، اول يوم بقى رحت هناك. انا في اليوم ده قبلها اصلا ما نمتش، يعني انا رايح من الدرجه الاولى وهشوف بقى المدربين وهشوف اللعيبه وكده، دي قصه تانية. فرحت هناك فلقيت مستر مانويل باصص لي كده قال لي انت مين؟ قلت له انت عارف انا بترعش بقى، وبالنسبه لي مستر مانويل جوزيه. قلت له انا اللي كنت بلعب في الناشئين رقم 4 اسمه حسام عاشور. قال لي اه انت لعيب كويس، بس لو عايز تستمر هنا اللي انت كنت بتعمله تحت تعمله فوق، اللي كنت بتعمله في الناشئين تعمله في الدرجه الاولى. ده كده من اول حاجه، مش انت بقى لعيب كويس وتعالى ومش عارف ايه يقعد يطبطب عليك وكده. لا هو ممكن لو كان عمل معايا كده ممكن ما كنتش انجح، يعني لو جه ودلع وطبطب وكده، لو انا مش عايز انجح او من جوايا انا عندي اصرار ان انا انجح كنت ممكن اخدها بطريقه ثانيه واقول لك خلاص لا ده بيحبني وهو اللي مطلعني، فخلاص بقى السايب في السايب وايه والدنيا ممكن ما تستقرش معايا. فلما رحت وكنت باكل النجيل، يعني كنت بنزل التمرين، كان ساعتها في ناشئين بيطلعوا يعني اللي هم يكملوا مع الدرجه الاولى بعد كده ينزلوا تاني لو حد في المنتخب ولا حاجه. انا الحمد لله اول ما طلعت ما نزلتش تاني. ده الحمد لله يعني بالاصرار زي ما قلت لك بالتعب وبالمجهود ما نزلتش ناشئين تاني الحمد لله. بس ده بالنسبه لمستر مانويل جوزيه واول يوم ليك في الدرجه الاولى. بالنسبه للعيبه كابتن حسام، مين